نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وعلى من تبع هداه إلى يوم الدين. مرحبا بكم مجددا أحبتنا في الله. على الخير نلتقي، وعلى مائدة القرآن نجتمع، وفي حب الله نجتمع ونستمع، يعني نجتمع ونستمع، نجتمع في حب الله ونستمع إلى كلام الله تبارك وتعالى، وأيضا إلى الأناشيد والابتهالات والتواشيح النادرة الجميلة الطيبة. في هذا البرنامج، برنامج السميعة، الذي يسلط الضوء على أهل القرآن لأنهم أهل الله وخصته، ويسلط الضوء أيضا على عباقرة وفرسان التواشيح والابتهالات الدينية. واليوم معنا قامة كبيرة من القامات العظيمة ومن الكبار، عليه رحمة الله، فضيلة الشيخ سعيد حافظ، الذي رحل على عالمنا هذا في مطلع هذا العام في يوم 4 يناير 2016. تعالوا نستهل بنا بهذه الحلقة، نستهل بها في هذه الابتهالات الدينية بصوت فضيلة الشيخ سعيد حافظ، ثم بعد ذلك نقرأ معا ونسرد سويا سيرة ومسيرة هذا العملاق الكبير فضيلة الشيخ سعيد حافظ حفظه الله. وكان المضطر عون وليس سواه للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار يا رب، علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال، بالكمال، بالكمال you
سعيد. لمدح رسول الله ماذا أقول؟ ماذا أقول لمدحه؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد. الله 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 على فضيلة الشيخ سعيد حافظ وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا أحكي لكم سيرة ومسيرة هذا العملاق الكبير فضيلة الشيخ سعيد حافظ، هذا الصوت العذب الكروان المغرد. ولد الشيخ سعيد حافظ في مكان اسمه القصاصين في محافظة الإسماعيلية يوم 9 أكتوبر عام 1951. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخين محمد رشوان والشيخ محمد الضوي، ثم تتلمذ على يد الشيخ حسن أبو سنة. حضر إلى القاهرة، يعني هو كان في إسماعيلية، بعد كده حضر إلى القاهرة وهو عنده 17 سنة. يعني في ناس نصحوا والده وقالوا له يعني خد ابنك سعيد إلى القاهرة، هناك في مركز المكفوفين هناك أو في التأهيل، وهو صوته جميل، ممكن هناك يدرس الصوتيات والمقامات والحاجات اللي زي كده يعني. ففعلا خد بنصيحتهم، فخد ابنه سعيد وهو عنده 17 سنة، ثم توجه إلى القاهرة والتحق بقسم الدراسات الصوتية بمركز المكفوفين وتخرج منه عام 1971. طبعا كلمة مركز المكفوفين بتلفت انتباهنا إن الشيخ عليه رحمة الله كان كفيفا. طيب هو أصلا يا جماعة ما كانش مولود كفيف، الشيخ سعيد حافظ كان مولود سليم عادي صحيح، وليس كفيفا وليس ضريرا، ولكن حدث قصة كده معينة، حصل مشكلة معينة خلته أو تسببت إن هو يبقى ضرير. يا ترى إيه هي المشكلة ديت؟ تعالوا نسمع الإجابة من فضيلة الشيخ سعيد حافظ بنفسه، كان في لقاء إذاعي وكان بيتكلم عن سبب ان هو اصبح كفيفا وضريرا، فكانت الاجابه اللي احنا هنسمعها منه شخصيا دلوقتي. تعالوا بينا نسمع الاجابه. شيخ سعيد حافظ، انا يعني معلوماتي ان انت من مواليد 9 اكتوبر سنه 51 في الاسماعيليه، مع انك انت صعيدي الاصل يعني في الاب والجد من المنشفي سواج، ولكن حضرتك ولدت في الاسماعيليه. ايوه. وعشت في الاسماعيليه. طبعا. ويمكن سبحان الله يعني مولدك في الإسماعيلية هو كان سبب من أسباب كف البصر، لأنه يعني في عام 56 يعني كان في انفجار قنبلة أدت إلى يعني فقد البصر، وكان عندك سنتين. تذكر هذه الواقعة ولا دي خلاصت يعني من التاريخ بالنسبة لك أصبحت يعني منسية؟ لا، ده كنا صغيرين وكان جوز عمتي كان بيدور في الحاجات كده في كده لا القنبلة ديت، فبيفتحها كان هم الانجليز سواعيين حاجة زي علبة البروبيف كده في الزبالة كده ولا في البتاع، فخد علبة البروبيف دي فتحها على اساس انه علبة البروبيف، ما طلعتش علبة البروبيف، طلعت قنبلة يعني ليه أخت ليه بنت عمتي جالها شذاذ بطنها ماتت، واللي ليه عمي نط جات له شذاذ في رجليه ما اعرفش ايه، واللي يعني اللي اصاب واللي قطع دراعه واللي كان بيفتحها نسيت خسائر كتير، واللي كان بيفتحها عليه ودراعاته، وانا جاني بعض التشعشع عليه هو اللي عمل في عينيا كده، وجات المستشفى، رحنا المستشفى عملوا علينا كده اي كلام وخلاص وانتهى الموضوع على كده كأن شيء لم يكن، وتكلمت على كده. يعني نقدر نقول شيخ سعيد حافظ ان هذه الحادثه
كانت نقطة تحول بقى بالنسبة لك في تاريخ حياتك، لأنه من بعدها طبعا هذا الغلام الصغير الذي فقد بصره ليس أمامه إلا الكتاب كما كان يحدث في القرية المصرية. طبعا طبعا أمي كانت بتشيلني وتديني كتاب زمان وأنا عيل صغير. كان يعني نقدر نقول يعني رب ضرة النفع، لأنه طبعا ما فيش أفضل من الكتاب وحفظ القرآن الكريم اللي أنت بالفعل حفظته في سن صغير يعني. طبعا. الشيخ سعيد حافظ حصل على شهادة التأهيل المهني في التعبئة والتغليف، وتم تعيينه بشركة القاهرة للزيوت والصابون. الشيخ سعيد حافظ درس المقامات الصوتية على إيد الشيخ أحمد المحلاوي، والمقامات الصوتية يعني طريقة الأداء في الإنشاد وتلاوة القرآن. يعني ما يكون واحد عايز يقرأ قرآن بطريقة كويسة أو ينشد بطريقة كويسة فيتعلم على ايد شيخ اللي يتعلم طريقة الأداء، فدي بيسموها المقامات يعني الصوتية. وفي شهر نوفمبر عام 1979 تم اعتماده مبتهلا بالإذاعة والتلفزيون، وكان أول فجر لي في شهر يناير عام 1980، وكان معاه القارئ حمد الزامل في هذا الفجر، في فجر أحد الأيام من شهر يناير عام 1980، وكان معاه القارئ حمد الزامل عليه رحمة الله. أما أول أنشودة دينية قدمها الشيخ سعيد حافظ بالإذاعة كانت بعنوان يا رب اهديني وبسترك احميني يا رافع السماوات وسامع الدعوات. وفي عام 1983 قدم الشيخ سعيد حافظ استقالته من شركة القاهرة للزيوت والصابون، طبعا بقى لما التزم بمواعيد الإذاعة مثلا والأمسيات المختلفة والمحافل المختلفة، لقى أنه شغله في شركة القاهرة للزيوت والصابون يعني كان شغال في التعبئة والتغليف، فلقى أنه هو يعني قدم استقالته بحيث أنه هو يتفرغ تماما للإنشاد والتواشيح والأمسيات والمحافل المختلفة، وأيضا في تلاوة القرآن الكريم. الشيخ سعيد حافظ اعتمد منشدا دينيا بالمجلس الأعلى للثقافة، توفاه الله في يوم 4/1/2016 يعني في مطلع هذا العام. لو لاحظتوا الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الشيخ راغب غلوش عليه رحمة الله، كان في 4/2 والشيخ سعيد حافظ كان في 4/1، سبحان الله، في نفس مطلع العام في عام 2016 عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. تعالوا دلوقتي نستمع إلى هذه الابتهالات بصوت الشيخ سعيد حافظ ونرجع لكم تاني. يا شفيع الخلق يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا 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 تخشى الوجوه بجيش الحق
أمن تلبى البرايا وجيش الحق وجيش الحق تخشى الله 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 الله. الشيخ سعيد حافظ حنجرته قوية جدا ما شاء الله. والفيديو اللي انتوا شفتوه دلوقتي وده كان في آخر أيامه، ده كان في أواخر أيامه. شوف بقى قوة صوته وفي أواخر أيامه وحنجرته بتملى المكان وتسع الأفاق، يعني سبحان الله. عنده تمكن في طبقات الصوت، طبقات الصوت سواء في الجواب اللي هو النبرة العالية أو في القرار اللي هو الطبقة اللي هي يعني الطبقة المنخفضة. فكان لما يعلو وكان بتحس كده بنغم جميل في الجواب بتاعه وأيضا في القرار بتاعه لما يجي يصعد أو يهبط في هذه الطبقات، بيتمكن جدا متمكن جدا، مساحة صوتية واسعة عليه رحمة الله. صوت الشيخ سعيد حافظ يستطيع أن يداعب قلبك. يعني إيه يداعب قلبك؟ يعني بيملأ قلبك بالأمل والتفاؤل، ويملأ قلبك بالحنان والعطف، ويملأ قلبك بالخشوع والخضوع، ويملأ قلبك بالفخر والاعتزاز، ويملأ قلبك بالقوة والحماسة. كل ده بيعمله الشيخ سعيد حافظ بحنجرته اللي ربنا ادهاله، بيعمله في القلب، بيحرك الوجدان لما الواحد بيجي يسمعه. بيصل بالقلب إلى كل حالاتي. لو أنت سعيد هتزداد سعادة، ولو أنت مهموم هتحس براحة نفسية. اسمع الشيخ سعيد حافظ في الابتهالات الدينية والتواشيح والمناجاة، خاصة في الابتهالات بتاع الفجر، تحس براحة نفسية شديدة جدا. الشيخ سعيد حافظ عنده طبقة صوت مشابهة بالظبط لطبقة الصوت بتاع الشيخ سيد النقشبندي، عشان كده هو الوحيد الذي يستطيع أن يقلد فضيلة الشيخ سيد النقشبندي. صعب جدا جدا أي حد يقلد الشيخ سيد النقشبندي. ليه؟ لأن الشيخ سيد النقشبندي عنده طبقات عالية جدا، طبقات صوت عالية جدا جدا جدا، ما حدش يقدر يوصل بها إلا اللي ربنا اداله الموهبة دي. وهم قلائل جدا جدا، بيجيب لك طبقة جواب الجواب، يعني جواب الجواب دي طبقة صعبة جدا الواحد يقولها. بيبدأ أعلى من كده بقى بكتير، ده بتوصل لدرجة جواب الجواب. الشيخ سعيد حافظ عليه رحمة الله يستطيع أن يصل بطبقات الصوت لأعلى كما كان يفعل الشيخ سيد النقشبندي، وبرضه متمكن في القرار بتاعه، القرار اللي هو الطبقة المنخفضة. ودلوقتي هتسمعوا فيديو، لأن هو الشيخ سعيد حافظ بيقلد، بيحب يقلد، وكمان هو له طبعا له طريقته الخاصة بيه، لكن في بداية حياته كان بيقلد بالظبط، يقلد الشيخ الحصري بالظبط، يقلد الشيخ محمد رفعت بالظبط، كمان بيقلد الشيخ سيد النقشبندي بالظبط. ازاي؟ تعالوا هتشوفوا الفيديو ده دلوقتي وتعرفوا ان هو فعلا متمكن في التقليد. مش هتعرف تفرق بينه وبين الشيخ سيد النقشبندي.
تعالوا نسمع كده ونرجع تاني. يا مطر التوحيد، يا مطر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الذي سواك، إن 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 الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء، مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم، إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي الله 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 الله. شفتوا وسمعتوا الشيخ سعيد حافظ، وهو أظن اللي أنا قلته لكم قبل ما نسمع الفيديو شفتوه أو سمعتوه قدامكم، طبقات صوت
متمكن، مساحة صوتية واسعة، بيعمل عرب جميلة جدا جدا، بيقدر ياخد الطبقة المرتفعة في أدائه. يعني بصراحة يعني صوت جميل جدا جدا. الشيخ سعيد حافظ هو آخر حباية من سبحة المبتهلين الكبار، أمثال الشيخ محمد عمران والشيخ محمد الهلباوي والشيخ ممدوح عبد الجليل والشيخ إبراهيم الأسكندراني. كل دول كانوا عمالقة وكبار، وعلى فكرة دول أصدقاء كمان يعني، عشان أقول لكم، والشيخ سعيد حافظ كان صديقا لهؤلاء العمالقة، وهو يعتبر آخر هذه المجموعة توفاه الله يعني لسه في مطلع هذا العام رحمة الله عليه. الشيخ سعيد حافظ كان مرهف الحس والمشاعر، وكان بيحب الفكاهة والفرفشة، وكان بيرضى بما قدره الله له. يعني هو كفيف لكن كان راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى. راجل حافظ القرآن وبيحمد ربنا في كل لحظة على قضاء الله وقدره، وكان متواضع وبيحب المساكين ويحب الفقراء، ويجالس أي حد، يقعد سواء كان فقيرا مسكينا، يقعد مع أي حد، ما تفرقش عنده ده غني أو ده فقير، الناس كلها عنده سواسية. فكان عنده تواضع، ربنا يبارك فيه أو ربنا يرحمه رحمة واسعة. الشيخ سعيد حافظ عاش في هدوء، وأيضا مات في هدوء، وبصراحة هو ما خدش حقه بصراحة يعني في حياته، في حاجات كتيرة يعني ما خدش حقه بصراحة في حياته، كقامة كبيرة في الإنشاد والابتهالات والتواشيح الدينية. الشيخ سعيد حافظ كان من المفترض أنه يسافر المغرب في شهر ديسمبر اللي فات الماضي 2015، كان المفروض يسافر المغرب عشان هناك كان في محفل أو في حفلة إنشاد هناك كان هيحضرها يعني، لكن حال بينه وبين هذا السفر المرض. المرض هو الذي حال بينه وبين السفر إلى المغرب. مرض الشيخ ودخل المستشفى، وفي مطلع هذا العام 2016 يوم 4/1 توفاه الله عليه رحمة الله. من أعمال الشيخ سعيد حافظ اللي يعني أذكر منها يا أيها المختار، ودي كانت مع البطانة، عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين، ده عملها دويتو مع الشيخ محمد عمران، يعني كانوا مع بعض في الأنشودة، هو يقول جزء أو هما الاثنين يقولوا مع بعض. وحبيب الله شرفت الوجود برضو قالها، ومولاي بس بطريقة تانية، وناداك قلبي خاشعا ولساني، وغيرها وغيرها من الأعمال. رحم الله الشيخ سعيد حافظ رحمة واسعة. تعالوا الآن لنشاهد هذا التقرير ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني رحم الله الشيخ سعيد حافظ، ويعني أنا ذكرت في العزاء أنه لعله من الفعل الحسن أن تكون وفاة الشيخ سعيد، ونحن لا تزال تحفنا ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي طالما يعني تغنى به الشيخ سعيد، وطالما امتدحه، وطالما سأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ابتهالاته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة. أولا ألف رحمة على سعيد حافظ. سعيد حافظ يا جماعة كان قيمة كبيرة لا يعوض ولا يوم القيامة، صوتا وأدبا، وكان مظلوم طول حياته لأنه ضرير، لا عارف بيأكل إيه ولا عارف بيشرب إيه، وكل الدول بتستضيفه عشان تتمتع بصوته ويتعلموا منه. الله يرحمك يا سعيد، إن شاء الله في الجنة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. فنحن نعتبر أولاده، وتعلمنا على أيديه الكثير والكثير من علم المقامات وعلم النغم، فنرجو أن يجعله الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته إن شاء الله. هو كان راجل من المبتهلين الممتازين الجاهدين،
وأنا أعتبر فضيلة الشيخ سعيد حافظ رحمة الله عليه آخر حبة في سبحة المبتهلين في فترة السبعينيات. هو كان ملازم فضيلة الشيخ محمد عمران رحمة الله عليه. والله ما أقدرش أقول في هذه المناسبة إلا أن يعني ربنا عوضنا خير في الشيخ سعيد. الشيخ سعيد كان راجل عملاق نتعلم منه الأدب والتواضع والفن، بس ربنا يرحمه رحمة واسعة ويجعل ما قدمه في حب رسول الله وآل بيت رسول الله في ميزان حسناته إن شاء الله. الشيخ سعيد حافظ قامة وقيمة كبيرة لمصر، ومصر فقدت أحد أبنائها الكبار في مجال الإنشاد الديني والفن الأصيل، الفن الأصيل الذي يعني يكاد أن يكون منقرضا هذه الأيام. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته. فضلت الشيخ سعيد حافظ طبعا هو الأب الروحي بالنسبة لي، والشيخ الألباوي رحمه الله والشيخ محمد عمران، الناس دي كلها ما تتعوضش طبعا، وده آخر سلاح كان في أيدينا بالنسبة للمبتهلين العظماء اللي هم بيقولوا ولا من قلبهم ولا من جواهم ولا علمية وليست فقهية ولا هي سمع، لكن الناس كانت على علم وعلى روح وعلى حب. علمونا ازاي نحب بعضينا، علمونا ازاي نقول، علمونا ازاي لما نقول حاجة حلوة ما نقولش احنا حاجة او مش حاجة، علمونا ازاي ان البني ادم كل ما يبقى فوق لازم يحافظ على مكانته باحترامه للناس والادب بين الناس. الشيخ سعيد حافظ علامة من علامات مصر التي لا تتكرر. الشيخ سعيد حافظ الذي تخطى بلاد العالم العربية سواء اوروبية او مغربية او عربية او دول، واخر طبعا سفرية كنت اعلمها من الجزائر، جاي مبسوط جدا من السفرية وقال انا حييت بسبب هذه السفرية، ورحمه الله كان حاجة حلوة جدا بين قلوب الناس. والشيخ سعيد حافظ لتاني مرة اقول صوت لا يتكرر، لانه كان يجيد القرآن الكريم ويجيد الابتهال. اعزي الامة الاسلامية واعزي اخواني من اهل القرآن والابتهالات والمنشدين، ونعزي أنفسنا جميعا في فقدان ورحيل شيخنا ومربي أرواحنا والمعلم الفاضل الذي كم تعلمنا منه حسن الأداء وفن التعبير، كم كان علما نستمع إليه في صلاة الفجر، ابتهالاته وأناشيده في مديحه للنبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة مولانا الراحل رحمه الله سيدنا الشيخ سعيد حافظ، الذي أسأل الله عز وجل أن يجزيه بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة، وأحب أن أقول كلمات بسيطة، كلمات أهديها إلى شيخي وهو في قبري عليه رحمة الله، فأقول: يا قلب صبرا كف من أحزاني، يا دمع مهلا ما الذي أبكاني، قالوا سعيد مغادر لحياتنا، أنا قلت شيخي في حمى الرحمن، عاش الحياة مجودا ومرتلا، يا فوز من قد عاش للقرآن، فبكل حرف يرتقي في جنة حتى يفوز بصحبة العدنان، فسلامنا ودعاؤنا لك شيخنا، فالكل حتما في الحياة بفاني، إلى رحمة الله حبيب الكل فضيلة مولانا الشيخ سعيد حافظ الذي تبقى من الرعيل الأول من القراء الأوائل والمبتهلين والمنشدين الذي علمونا أصول الفن الأصيل والنغم، عليك رحمة الله يا شيخنا الحبيب. رحمك الله يا شيخ سعيد رحمة واسعة، وأسكنك فسيح جنتي. عايز أقول لكم على حاجة بس قبل ما نختم. إحنا عايزين نقول إن حلقة الشيخ راغب غلوش والشيخ سعيد حافظ طبعا دي كانت حلقات استثنائية وحلقات خاصة نظرا لوفاتهم يعني، لكن احنا ان شاء الله هنستكمل مع بعض برنامج السميعة في شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، وعاملين صفحة للبرنامج اسمها برنامج السميعة، وصفحة تانية اسمها صوتك على قناة الندى. اللي شايف عنده موهبة في القراءة، في قراءة القرآن الكريم او الابتهالات، يبعت لنا فيديو بحيث ان احنا ممكن نعرضه له في شهر رمضان بإذن الله في برنامج السميعة. بنشكر إدارة القناة وإدارة البرامج على اهتمامهم بأهل القرآن والتواشيح والابتهالات الدينية في مصر، وبنشكر حلقتنا النهاردة الأستاذ الكبير محمد أسامة وفريق العمل بقناة الندى بالكنترول وخلف الكاميرات،
والأستاذ شادي مسؤول الديكور بالقناة. كل دول بنشكرهم على المجهود، جنود مجهولة بصراحة في البرنامج بيبذلوا مجهود كويس، والأستاذ أحمد طاهر. وبنشكر كل الإخوة اللي بيساعدونا من المشاهدين أيضا في بيساعدونا في البرنامج وبيساهموا في نجاحه وبيساهموا في تطويره، سواء بالآراء أو بالأفكار أو ممكن بالمادة كمان اللي بيقدموها لنا، جزاهم الله خيرا. ونشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي على خير، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظل نذكرهم ونستهدي بهم، والذكر للإنسان عمر ثاني، وغدا على خير جميعا نلتقي في ساح أهل الصدق في الإيمان. نظل نذكرهم ونستهدي بهم، والذكر خير جميعا نلتقي فيه.